دورة لها طعم خاص. أولا كون أنها الدورة الأولى من العشرية الثانية لمؤسسة نساء من أندلس. ثانيا أنها دورة تحتفي بكون المؤسسة نساء من أندلس كسبت رهان بفتح أول دار الآلاء بجهة الشمال. هذا الدار اللي غادي تكون مأوى لجميع المولوعين وجميع رواد الموسيقى الأندلسية. هذه الدورة كذلك لها طعم خاص بأنها تحتفي بأحد أبناء مدينة طنجة البررة وتتكرمه، هو الأستاذ القدير الفنان محمد العربي السرغيني اللي تعتبر أنه سفير ديال انصهار التراث الأندلسي مع التراث الإسباني. هذه الدورة لها طعم خاص أنها جاءت بعد توقف ديال الجائحة والتوقف اللي صراحة مس جميع الفنانين والجسم الثقافي والفني. هذه الدورة اليوم تتحتفي بكل مولوع وبكل هاون لهذا التراث في مدينة طنجة، وتتذكرنا بأيام زمان الوصل بالأندلس، وتنتمنى أن مدينة طنجة أنها ترحب بكل المبادرات الهادفة وبكل أعمال ذات النوايا الحسنة. زربية تقليدية مصوغة بطريقة فنية توثق لهذه اللحظة وتحبس التاريخ والأنفاس بجماليتها، مقدمة من مؤسسة نساء الأندلس في الدورة 11 من أندلسياتها. إذن لوحة مطرزة تحمل شعار الدورة والعدد وطنجة بطريقة جميلة. جيت سعيد وأنا تواجد في مدينة طنجة مسقط رأسي، وأكرم من طرف مؤسسة نسائم الأندلس، مشكورة على هذا التكريم، وكيعجز اللسان باش كيفاش حس واحد الفرح كبير بعد المدة اللي قضيناها في الجائحة وكذا.
احنا نعاود الكره مره اخرى في في في, في السهر ولا باش نشبعوا الرغبات ديالنا في الموسيقى. واش غنقول لك، نسائم الاندلس هي مؤسسه يكفي انها تضفي عليها تحت الرعايه الساميه الملكيه المغربيه، هذا يكفي. سعيد تمام السعادة أن أحضر في هذه الحفلة التي أعتبرها فوق العادة، وهذا المهرجان الذي استحق الصدارة والريادة لأنه ينحاز إلى هذا الفن الأصيل الذي يشكل جزء لا يتجزأ من هويتنا المغربية الأندلسية. وأتصور أن هذه الجبهة تتمن رأس المال اللامادي للمملكة، وأعتبر أن الاشتغال على هذا الفن وتوليع الناس خصوصا مع تأسيس أكبر دار مغربية هي دار الآلة التي تهتم الآن بقضايا التأطير والتأثير والتنظيم، وتفتح الباب لكل الولوعين والجمعيات العاملة فيها في مدينة طنجة كمكسب ثقافي حقيقي في بنيتنا الثقافية. أعتقد أننا بدأنا نتنفس بعد كورونا الهواء العالي في سماوات إبداعية راقية جدا، وأتصور أنني تشرفت تمام التشرف بأن ألتقي جمهوري الغالي وأحبائي وأصدقائي في مدينة طنجة، والذي تشكل بالنسبة لي مدينة تسكنني كما أسكنها. وأتصور أنني حينما دعيت لتقديم هذا الحفل لم أتردد في الموافقة برغم تعب السفر، لسبب بسيط هو أن طنجة تصير أعلى وأعلى بأبنائها، وهذه الفعاليات هي بناء حقيقي رمزي وفني لطنجة الكبرى التي يجب أن تشتغل على البنيان، ولكن في نفس اللحظة تشتغل أيضا على الفن والبيان، تدعم البنيات التحتية ولا تنسى البنيات الفوقية للمواطن. أتمنى لمؤسسة نسائم الأندلس مزيدا من التألق والتفوق، وأتمنى أيضا من الجمعيات العاملة المهتمة بنفس القطاع أن تضع يدا في يد لكي تحقق لحمة يكون الرابح الأكبر فيها هو الطرب الأندلسي وفن المديح والسماع. يا سلام يا سلام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.